إلى حضرة روح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا الله يا باسط يا رافع يا معز يا مدل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عفيف يا مقيت يا اسيد يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا سعيد يا اكي يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا امير يا معز يا مبدي يا معيد يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واعد يا عهد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والاكرام يا الله يا فاهم يا مقصد يا جامع غني يا مغني الله يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث رشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. رحمة الله علمنا ربي تمن بغير سعادة اللهم ادخلنا في زمرة أولياء والمتقين. اللهم لا تلاحظ وعيم مع فضلك الكريم. اللهم سلمنا من نافات الدارين وسلمنا شهادات الدارين. آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقربة والله بالأوائج وتنال بالرعايب وأحسن القوات وأصدق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بأصل مقام محمود الذي إنك لا تكلف الميعاد. إلهي بعظمة هذه دعاء الفاتية المجلسين المعلمة أسل مرادنا وقل أبائجنا واشف أمراضنا ودفع بلياتنا ورحمنا بأنفاع رحمتك يا رحم الراحمين.
اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والألم دافئ البلاء والوباء والكيد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوص في لوح والكلم سيد العرب واللجم جسمه مقدس محتر متأر منبر في البيت والأرم سمس الله بدر تجا صدر العلا نور الهدى كوف الورى مصباع الظلم جميل السيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصم والجبريل قادم والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرة المنتهى مكامه قاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس القريبين رحمة للعالمين راعي العازقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والعرباء والمساكين سيد الشكلين نبي الأرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الشكلين أبي غازي محمد بن عبد الله من نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جمالي صلوا عليه وعلي وأصحابه وسلموا تسليما اللهم أعوذ بالله من مثل زباب ما قرأنا من القرآن العظيم مقبولة مرضية منا إلى عذرة روح نبينا وسفينا وعبيبنا مصطفى محمد وإلى عذرات علي وأزواجه وذرياته وأهل بيته كلهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه أجمعين وإلى أرواح أصحاب البدريين والعديين والولينيين والقندقيين والخيبريين والتبوكيين والكربليين والمكيين والمدنيين والمهاجرين والأنصاريين والصحابة والصحابيات كلهم رضوان الله تعالى عن كل وائل كلهم أجمعين وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين أئمة الدين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح أولياء الله تعالى من مشار المقاربية الشيخ ويس الكرن اليمني رضي الله عنه وإلى أرواح سيد جنين البغدادي رضي الله عنه وإلى أرواح غوزنا غوز العظم الشيخ محي الدين أبا محمد السيد عبد القادر الجيلاني البغدادي وإلى أرواح سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الرفاعي وإلى أرواح الشيخ محمد إبراهيم دسوقي وإلى أرواح الشيخ أحمد البدوي رضي الله عنه وإلى أرواح الشيخ أحمد العلبان رضي الله عنه وإلى أرواح الشيخ محمد أبو حسن السادلي قدس الله تعالى شرف العزيز وإلى أرواح الشيخ الخامل وأداء الرسول بدعة البتول سلطان الانتقاجة معين الدين دستي سنجري ثم الأجميري قدس الله شرف العزيز وإلى أرواح الشاه الأمير مران عبد القادر الناهوري وإلى أرواح بقدي أركاكي ديلوي وإلى أرواح سيد إبراهيم باتشاه الإربادي وإلى أرواح كتب زمان السيد علوي المنفرمي مولى الدبيلة وإلى أرواح زين الدين مقد الفناني وإلى أرواح عمر غالب اليهودي وإلى أرواح الشيخ إمام كويت الكويكودي وإلى أرواح الشيخ ولي الله مدبوري وإلى أرواح تاج العلماء الشيخ عبد الرحمن كني كوين البخاري التيكولمي وإلى أرواح أستاذنا يمي عبد القاهر مستان تليل كسر كودي وإلى أرواح كتب زمان السيد محمد الشريف المدني الأولادم وإلى أرواح قاضي عمر الفاروق البخاري أسكوت رضي الله تعالى عنه وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والسعداء والزهداء والصديقين والصالحين أينما كان مشارق المقارب يا كل أجمعين وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولجميع أمة محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة يوم القيامة شفاعته ولا تعلمنا رؤيته وأردنا لباء المحفوظ اللهم اغفر لنا ولهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح أبي أمي أستاذي وجدنا وجداتي كلهم أجمعين وإلى أرواح رجال الله أولياء كلهم أجمعين وإلى أرواح كتب الأكتاب والأوتاد والنجباء ورقباء وزاد زمان هذا المجلسين خضر عليه الصلاة والسلام اللهم أحديث ورفاء الكرماء المذكورين اجعلنا من الشهداء المقبولين ولا تجعلنا من أسقياء المطرودين اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم عسل مرادنا مراد من نقصنا ومراد من نفينا مراد دعائنا مراد مجلسنا دا يا رب العالمين اللهم باركنا في أمور كلها يا رب العالمين
وبارك لنا فيما أعطيتنا كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اسقي أمراضنا وأمراضهم، اللهم اسقي أمراضنا وأمراض والدينا وأمراض مرضانا وأمراض أساتذتنا وأمراض أزواجنا وأمراض أولادنا وأمراض من تعلق بنا، يا شافي يا كافي يا معافي يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا خاسف الهم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا رحيم أغمى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقادر الله أكبر الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبالإجابة نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل رحمتنا رحمة دائمة، وبركتنا بركة دائمة، ودولتنا دولة دائمين قائمة، ورزقا دائما ماء دائما، وأزواجنا وأزواج صالحين دائما، وأولادنا وأولاد صالحين عالمين دائما. اللهم اجعلنا في الإيمان كاملين دائما، اللهم اجعلنا في العلماء كالأمراء كالصالحين عالمين ذاكرين عابدين شاكرين دائما، اللهم اجعلنا من الشهداء المقبولين دائما، اللهم اجعلنا في الجنات الفردوس الواصلين دائما، ولا تجعلنا منا الى النار، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المسير، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأستاذنا ولمن أعاننا ولمن حكم علينا ولمن أوصانا في الدعاء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وقنا وإياهم شر ما قضيت. اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض، ربنا آتنا من لدنك رحمة وإلنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا دعائنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا دعائنا إنك أنت التواب الرحيم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.